فأهلا بكم جميعا، والبداية من هناك من صعيد عرفات الطاهر بالتحديد بالقرب من جبل الرحمة. معنا مراسل البرنامج الزميل حسين السلطان، ولديه بالتأكيد الكثير من المشاهد والكثير من الصور التي ينقلها لكم. أهلا بك حسين. نعم زميلي هلال، مرحبا. الآن زميلي هلال نشاهد توافد حجاج بيت الله الحرام بعد أن صلوا صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة، الآن يتوافدون على هذه البقعة الطاهرة من المشاعر المقدسة من أمام جبل الرحمة، حيث تغفر الذنوب وأفضل الدعاء في يوم عرفة. تتكامل الجهود الحكومية هنا، حيث تشكل لوحة رائعة من حزمة من الخدمات الصحية والأمنية. نعم حجاج بيت الله الحرام، تؤدون مناسككم بكل يسر وسهولة في حج آمن وصحي، صحي لتواجد رجال الصحة، الجيش الأبيض الذي يتواجد في الميدان ليقدم أفضل الخدمات وأجلها، كذلك آمن لوجود رجال الأمن المكثف في المشاعر المقدسة ليؤدون واجبهم الديني والوطني اتجاه حجاج بيت الله الحرام. أنا في هذه الدقائق يسعدني أن ألتقي بسعادة اللواء محمد العصيمي، وكيل رئاسة أمن الدولة لشؤون العمليات. سعادة اللواء محمد، لكم دور عظيم ومشاهد أمام شاشة التلفاز، لو تحدث وتعرف كل من يشاهدنا من داخل المملكة وخارجها عن الجهود التي تقدمونها أنتم في رئاسة أمن الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. تشارك رئاسة أمن الدولة في مهمة حج هذا العام من خلال منظومة قيادة القوات الأمنية لموسم الحج. ففي الجانب المعلوماتي تشارك بقطاع المباحث العامة والشؤون الفنية، حيث يكون هناك رصد وتتبع وتحليل للمعلومات بما يضمن أمن وسلامة ضيوف الرحمن. وهذا الجانب المعلوماتي هو صمام الأمان بعد توفيق الله في المنظومة الأمنية. أيضا في الجانب العملياتي هناك قوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة وطيران الأمن وكلية نايف للأمن الوطني. من خلال هذه القطاعات الميدانية يتم تنفيذ المهام، وهي عبارة عن إدارة الحشود البشرية في مشعر عرفات، فيتم إدارة الحشود في جبل الرحمة وفي مسجد نمرة. أيضا التغطية الأمنية الكاملة لمنطقة منى بما يضمن حفظ الأمن والنظام، وكذلك إدارة الحشود البشرية في منشأة الجمرات. أيضا هناك مهمة في الحرم المكي الشريف، يتم إدارة الحشود والمشاة في الساحات الجنوبية المؤدية إلى الحرم المكي. أيضا مهمة أخيرة، وهي عمل طوق أمني على الجهة الجنوبية من مشعر عرفات بما يضمن عدم دخول من لا يحمل تصريح بالحج. نعم، نحن وكل من يشاهدنا سعادة اللواء نعي تماما تلك الجهود العظيمة التي تقدمونها، وهذه الجهود لم تأتي إلا من خلال استعداد تام قبل موسم الحج، وأيضا الاستعداد اللاحق الذي سوف يأتي خلال السنوات القادمة. هل من هناك خطة معينة يعني كانت لها التجهيز يعني المبكر لحج هذا العام، بالإضافة إذا كانت هناك آليات أو غرف عمليات مستحدثة؟ بالتأكيد يبدأ التخطيط لموسم الحج دائما من انتهاء الموسم السابق، فيوجد لجنة الحج العليا هي معنية بهذا الموضوع من بداية السنة، تعمل على تكليف كافة القطاعات المشاركة بالحج من إعداد خططها، سواء الخطط العامة أو الخطط التفصيلية اللازمة لأداء كافة المهام في منظومة الحج. سعادة اللواء، نتمنى لكم التوفيق، وعلى هذه المهمة التي كلفنا الله بأن نقوم فيها نحن وأنتم كذلك رجال الأمن، نقدم لكم أجل التحية وأكبر. تمنياتي لحجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور وعودة سالمة إلى ديارهم بإذن الله. السلام عليكم. نعم زميلي هلال، دائما الواقع والصورة هي من تشهد بتلك الجهود العظيمة في المشاعر المقدسة. عندما يرجع حجاج بيت الله الحرام إلى مقر إقاماتهم وهم بوافر الصحة والعافية آمنين مطمئنين،
بفضل تلك الجهود وأيضا الاستشعار الميداني لكل من يعمل في المشاعر المقدسة بأن هذا واجب ديني ووطني اتجاه حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا في طلب المثوبة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا آمنين في هذه البقاع الطاهرة. نتمنى لحجاج بيت الله الحرام أن يعودوا إلى ديارهم دائما آمنين مطمئنين في هذا العام وفي كل عام. شكرا لك مراسلنا من عرفات الزميل حسين السلطان، وقد نقل لنا جانب من الجهود الأمنية التي ترافق ضيوف الرحمن. شكرا جزيلا.